بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا يونت 11 Amazing People. يونت 11 Amazing People يعني ناس رائعة، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندنا يونت 11 بتتكلم عن famous people، عن الناس المشاهير. تعالوا مع بعض نتعرف على الفوكاب. achieve يعني ينجز او يحقق. achieve ينجز او يحقق. achievement يعني انجاز. achievement. activist يعني ناشط، جاء من كلمة activity نشاط. activist يعني ناشط. campaign يعني حملة. campaign. champion يعني بطل رياضي. champion. compete يعني ينافس أو يتسابق. compete. competition يعني مسابقة أو منافسة. competition. disability يعني إعاقة أو عجز. disability. disabled يعني معاق. disabled. equal opportunities يعني فرص متكافئة. equal opportunities. high and low في كل مكان. high and low معناها في كل مكان. highs and lows أفراح وأحزان أو النجاح والفشل. كونغ فو يعني لعبة الكونغ فو. مدام يعني سيدة. مدام. ميدل يعني ميدالية. ميدل. مصل يعني عضلة. مصل. بارالمبيان يعني لاعب أولمبي من ذوي الاحتياجات الخاصة. بارالمبيك يعني خاص بأولمبيات ذوي الاحتياجات الخاصة. بارالمبيكس اللي هي الألعاب نفسها. بارالمبيكس ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة. بارالمبيكس بتساوي بارالمبيك جيمز. بارالمبيك جيمز يعني ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة. بوليو يعني مرض شلل الأطفال. بوليو. باور ليفتينج يعني رياضة القوة البدنية. رياضة القوة البدنية. باور ليفتينج. رامب يعني منحدر أو مطلع للكرسي. رامب. ريكوست يعني يطلب أو يقدم طلب أو طلب. ريكوست. ساين أوف يسجل خروج من موقع. ساين أوف أو خاتمة أو خروج. ساين أوف. سايكولوجي يعني علم الاجتماع. سايكولوجي. ويلتشير يعني كرسي متحرك. ويلتشير. بالنسبة عندنا لباقي الفوكاب. access يعني مدخل أو منفذ. access. amazing يعني مذهل. amazing. apologize يعني يعتذر. apologize. athlete يعني لاعب قوة. athlete athletics noun اللي هي ألعاب القوة. athletics. benefit يعني فائدة، ممكن الفعل منها يستفيد. benefit. بريك برو بروكن بريك يعني يحطم أو يكسر أو يخالف. بريك برو بروكن. سيليبريتي يعني شخص مشهور أو الشهرة نفسها. نون. سيليبريتي شخص مشهور أو الشهرة. تشالنج يعني تحدي أو يتحدى كفعل واسم. تحدي أو تحدي. كوليج يعني زميل عمل. كوليج. كومبلينت يعني شكوى. كومبلينت. condition يعني حالة أو وضع. condition يعني حالة أو وضع. cycling يعني ركوب الدراجات. cycling. department يعني قسم. department. diversity يعني التنوع أو التعدد. diversity. employee يعني موظف. employee. specially يعني خاصة. specially. impact يعني أثر أو انطباع. impact يعني أثر أو انطباع. inspire يعني يلهم أو يحفز. inspire. interest
interest يعني اهتمام أو يثير اهتمام. interview يعني مقابلة شخصية أو حوار أو يجري مقابلة. lift يعني مصعد أو أسانسير. lift يعني يرفع. retire يعني يعتزل أو يتقاعد. retire. بالنسبة لباقي الوكاب Olympics أو Olympic يعني الألعاب الأولمبية. Olympics أو Olympic Games. Olympics أو Olympic Games الألعاب الأولمبية. Olympic يعني أولمبي. Olympic يعني أولمبي. Organization يعني منظمة. Organization. Physical يعني بدني. Physical. Race يعني سباق. Race. racer يعني متسابق. racer. receive يعني يتسلم أو يتلقى. receive. marketing يعني التسويق. marketing. medical يعني طبي. medical. Olympian يعني لاعب أولمبي. Olympian. staff يعني هيئة العاملين. staff. suitable يعني مناسب. terrible يعني فظيع. weight يعني وزن. whatever يعني أي شيء. whatever أو أيا كان. whatever. wind serving رياضة ركوب الأمواج. wind serving. sales يعني مبيعات. sales. snowboarding تزلج أو تزحلق على الجليد. snowboarding. spina bifida يعني تشقق العمود الفقري. spina bifida يعني تشقق العمود الفقري. achieve يعني يحقق. to be successful in doing something good. to be successful يعني يكون ناجح. in doing something good في عمل شيء جيد. achievement إنجاز. something good that you have done successfully. something good that you have done successfully يعني شيء جيد تقوم بإنجازه جيدا. activist ناشط. someone who tries to change things. someone يعني شخص who tries بيحاول to change things. campaign يعني يناصر أو يؤيد. campaign to work in an organized way to change things. to work in يعني تعمل in an organized way بطريقة منظمة. to change things لتغيير الأشياء. compete يتنافس. to take part in a race or a competition. to take part يعني take part يشارك. in a race في مسابقة or competition منافسة. compete. disability يعني a physical condition يعني حالة بدنية. that limits someone to do something. that limits يعني بتعوق شخص to do something إن يقوم بعمل شيء. أو an illness, injury or a condition that makes it difficult for someone to do things others do يعني an illness, مرض, injury, إصابة or a condition أو حالة that makes it difficult بيجعل من الصعوبة for someone لشخص to do things يقوم بأشياء others do الآخرين يستطيعوا القيام بها. disabled اللي هو الشخص المعاق. disabled a way to describe someone طريقة لوصف شخص who can't use part of their body who can't use لا يستطيع استخدام جزء من جسمه in the way that most people can in the way بطريقة that most people يعني يستطيع بها معظم الناس. Kung Fu a Chinese sport يعني رياضة صينية. a Chinese sport which involves بتتضمن fighting محاربة with your hands بالأيدي and feet والأقدام. يبقى a Chinese sport which involves fighting with your hands and feet. highs and lows أفراح وأحزان. النجاح والفشل. successful and unsuccessful times. successful and unsuccessful يعني أوقات. successful times يعني أوقات نجاح. and unsuccessful أوقات غير ناجحة. madam يعني سيدة. a polite way to call a woman whose name you don't know. a polite way يعني طريقة مهذبة to call a woman لتنادي على سيدة whose name you don't know يعني ما تعرفش اسمها.
ميدال ميدال ميدالية a metal disc that you can win when you do or play a sport a metal disc يعني قرص معدني you can win ممكن تفوز بيه when you do لما تقوم or play a sport أو بتلعب رياضة muscle عضلة muscle something in your body that you use when you move something in your body يعني جزء في جسمك that you use ممكن تستخدمه when you move وانت بتتحرك power lifting لعبة القوة البدنية power lifting أو رفع الأثقال يعني power lifting a sport where people lift weights a sport where people lift weights يعني رياضة الناس بترفع فيها weights أثقال above their hands above their heads يعني فوق رأسهم put pressure on to try to make someone do something put pressure on put pressure on يجبر أو يمارس ضغط على يجبر شخص يعني force someone to do something يعني يجبره على فعل شيء معناها put pressure on put pressure on ناخد بالنا من expression ده to try to make someone do something to try to make someone do something a ramp a sloping surface joining two places of different levels يعني منحدر أو مطلع للكراسي المتحركة a sloping surface sloping surface يعني سطح مائل joining two places بيربط مكانين of different levels من مستويين مختلفين بنسميه ramp أو منحدر أو مطلع للكراسي المتحركة request يعني طلب request you make this to say what you want you make this request الطلب you make this بتقدمه what you say to say what you say you make this to say يعني بتعمل ده to say عشان تقول what you want يعني انت عايز ايه sign of يعني خاتمة another word for the clause of an email another word يعني كلمة عن نهاية الإيميل أو البريد الإلكتروني اسمها sign of يعني خاتمة spina bifida spina bifida يعني عندنا spine اللي هو تقشقق العمود الفقري قال لنا a serious condition يعني حالة خطيرة in which part of the spina the spine isn't correctly developed at birth leaving the nervous in the back without any protection طبعا a serious condition يعني حالة خطيرة in which part of the spine يعني من في جزء من العمود الفقري spine isn't correctly developed يعني لم ينمو نموا كاملا at birth في الميلاد leaving the nervous يعني تاركا الأعصاب in the back في الظهر without any protection بدون أي حماية wheelchair a chair with wheels يعني كرسي with wheels بعجل used by someone who can't walk used by someone يعني بيستخدمه شخص who can't walk يعني لا يستطيع السير بالنسبة عندنا للأسئلة الخاصة بالvocab people who can't see are الناس اللي ما بتقدرش تشوف can't see are disabled يعني أشخاص إيه disabled معاقة لكن هنا ميديكال طبي فيزيكال بدني اولمبيك العاب اولمبيه لايك اوردينري بيبل مثل الناس العاديين بيبل وذ سبيس كان بلاي سبورتس اند وين ميدلز طبعا لايك اوردينري بيبل بيبل وذ اتشيفمنتس رامبس disabilities طبعا هنا disabilities يعني الناس اللي عندها اعاقات ممكن تمارس رياضه زي وتفوز زي الناس العاديه It's the dream of all athletes to place in the Olympics. طبعا هنا it's the dream of all athletes to compete. يعني يتنافسوا في الألعاب الأولمبية compete. Is space an Olympic sport? طبعا هنا is Paralympics للألعاب is combine diversity Paralympics والParalympics للألعاب الأولمبية المعاقين أو الأولمبيات ولا powerlifting. طبعا هنا powerlifting اللي هي رياضة رفع الأثقال. Environmental space groups try hard to reduce pollution. Environmental طبعا هنا activist يعني ناشط أو اللي ما بيحموا البيئة groups مجموعات try hard to reduce بتقلل البولوشن التلوث. You need to be hard working and organized to space your goals عشان يجب ان انت تكون جاد ومنظم عشان تحقق اهدافك in life طبعا هنا achieve your goals يعني حقق اهدافه
all people and society, كل الناس اللي في المجتمع, are space and rights and equal and duties, كل الناس اللي في المجتمع متساويين في الحقوق والواجبات, اسمها equal. Equal يعني متساوي. A space is another name for clothing of an email, لإغلاق الإيميل أو خاتمة, بنسميها إيه؟ sign of. Sign of يعني خاتمة. If you want to join our group, just make a request. يعني لو عايز تلتحق بفريقنا, قدم فقط request يعني طلب. لكن أنا يستفيد benefit مشهور celebrity condition يعني حالة. All modern buildings have both steps for walkers and space for wheelchairs and ramps. يعني منحدرات, منحدر للرامبس اللي هي الكراسي, يبقى هنا رامبس اللي هي لتر سي. Strangely يعني بغرابة. Strangely Egyptian space won more medals than Olympics. طبعا strangely Egyptian Paralympics اللي هم العاب الأولمبياد بيفوزوا بميداليات في مصر أكتر من الأولمبياد. Doing regular exercise makes your space stronger and more flexible. طبعا هنا muscles بيجن عضلاتك, طبعا هنا muscles اللي هي العضلة. ممارسة التمارين بتجن عضلات قوية ومرنة. Life is full, الحياة مليئة, is full of highs and lows, يعني أفراح وأحزان. لكن هنا ممكن نقول هاي اند لو, بس دي معناها في كل مكان. There is a space on social media against the coach of the team. طبعا هنا there is a campaign يعني حملة on social media, على مواقع السوشيال ميديا, طبعا هنا ضد مدرب الفريق. هنا campaign يعني حملة. Space is a title for a woman you don't know, يعني عنوان لسيدة ما تعرفهاش بنسميها ايه؟ مادام. شديدة ما نعرفهاش بنسميها مادام. After losing his two legs, بعد ما خص ما فقد أطرافه الاثنين أو ساقيه, in an accident he had to use a, يجب أن هو يستعمل إيه؟ wheelchair يعني كرسي متحرك. فريال عبد العزيز and جانا فاروق won space in the Tokyo 2020 Olympics. طبعا هنا medals, medals يعني فازوا بميداليات. A space, as a space he won a gold medal. طبعا هنا as a, طبعا كشخص نفسه اللي هو مين. As a space he won a gold medal, an Olympic ولا Paralympian ولا Olympics ولا Paralympic, يبقى as a Paralympian يعني كلاعب كلاعب أولمبي أو أولمبيدات أو أولمبيدات. He won a gold medal. Winning the gold medal in the Olympics is my greatest, طبعا ده إيه؟ greatest achievement يعني الفوز بالميدالية الذهبية, ده كان إيه؟ كان هدف العظيم أو إنجاز العظيم. All employees are supposed to be at the meeting on time. طبعا all the employees are, طبعا هنا interviewed, request, achieved, returned. All the employees are to be at the meeting on time. طبعا interviewed يعني هنا بيقوم معهم لقاء صحفي, يبقى an interviewed ولا requested to be the meeting on time. طبعا هنا all employees are requested يعني بنطلب منهم to be at the meeting on time. requested يعني المطلوب منهم. athletics with disabled can take part in the athletics with disabled, عندهم اعاقات, part in the olympics يعني الالعاب الاولمبيادات. In the Olympics. Hana Guda is a table tennis. Hana Guda is a table tennis. طبعا celebrity يعني شخص مشهور. Celebrity. I think the space of opinion is an advantage. طبعا I think the diversity يعني تنوع الرأي ده ميزة, يبقى هنا diversity يعني تنوع. People who can't see suffer from a space disability. طبعا الناس اللي مش بتشوف بتعاني from a disabled. Disabled يعني اعاقة. Disabled ولا medicine ولا physical disability. طبعا هنا physical يعني اعاقة بدنية. Being injured, كونك مصاب. They need space treatment in a hospital or a clinic. They need medical treatment يعني علاج طبي, medical treatment.
One of my space replaced me as a secretary when I was on holiday. One of my colleagues يعني واحد من زملائي. One of my colleagues حل محلي وأنا في الأجازة. It's fair to give people equal طبعا من العدل إن احنا نعطي الناس equal opportunities يعني فرص متساوية. He won't accept this offer يعني لن يقبل بهذا العرض. Don't put much pressure on him يعني ما تعوضش عليه ضغوط أكتر. Don't put much pressure on him. The internet has given us space to all information we need. طبعا هنا the internet has given us all access يعني كل ايه اللي هو حقوق اللي هو الدخول او تسجيل الدخول. يبقى هنا access يعني تسجيل دخول. Space follow particular food programs and do regular exercise. طبعا هنا athletics اللي هو athletes food اللي هو اللاعب نفسه بنسميه athletes. Athletes اللي هم لاعب القوى athletes. Space makes you follow a particular food program and do regular exercise. طبعا makes you يعني حاجة بتجعلك ان انت تمشي على نظام. Follow particular food program يعني طعام عندنا. And do regular exercise وتقوم بممارسة التمارين. طبعا هنا athletics لألعاب القوى نفسها. Makes لأنها تعمل معاملة مين المفرد. The space of this company are all qualified for their job. طبعا the employees اللي هم الموظفين. Most players feel sad when they طبعا معظم اللاعبة feel sad بيشعروا بالحزن when they طبعا retire يتقاعد على السن. المعاش اسمها retire يعني لما بيتقاعدوا. The space was out of service so I had to climb the stairs. طبعا ايه اللي متوقف عن الخدمة يجب ان نصعد السلم. The lift lift اللي هو المصعد الكهربي. The lift لكن طبعا lift اللي قبلها يغادر. Race سباق racer متسابق. The success of sports people نجاح لاعبي او اللاعب الرياضيين. Other people طبعا هنا بيلهم باقي الناس. Inspires يعني يلهم. The manager hasn't replied to the space I have been to the complaint. Complaint يعني الشكوى لكن complain يشتكي كفل. And either the noun اللي هي complaint. طبعا research بحث و experiment تجربة. He beat the world record 3 years ago and he still holds it. طبعا he broke the world record يعني حطم الرقم العالمي وما زال هو يحمل اللقب أو يحمل هذا الرقم. You are mistaken أنت أخطأت. You have to apologize يجب أن أنت apologize يعني يعتذر. I like excitement أنا بحب الإثارة. And I always look for new طبعا هنا challenges بحب إيه أتطلع إلى challenges يعني تحديات. To make your products successful لجعل منتجاتك successful ناجحة. You need a good space plan. You need a good marketing. Marketing يعني خطة تسويق. Marketing. He carried a 180 weight يعني وزن بيحمل 180 وزن اسمها weight. A space is something يعني شيء. Good that you have successfully done يعني قمت به بنجاح. Department, movement, achievement, given طبعا هنا achievement اللي هو الإنجاز حاجة كويسة أنت بتقوم بها يبقى بنسميه achievement. To space means to take part in a race يعني تشارك or a competition في مسابقة. طبعا هنا to compete. Compete يعني ينافس. A space is a physical difference يعني اختلاف بدني. That makes it difficult for someone to do something. طبعا disability يعني الإعاقة. Disability. A space is something inside your body that you use when you move بتستخدمه وانت بتتحرك. طبعا هنا muscles اللي هي العضلات. Muscle. A space is a sport where people push weights يرفعوا الأثقال above their heads على رؤوسهم. Weight lifting يعني رفع الأثقال. A space is someone who tries to change things يعني بيحاول يتحدى الأشياء. طبعا activist
activist يعني ناشط. To space is to work in an organized way to change things بتعمل بطريقة منظمة. To change things لتغيير الأشياء طبعا بنسميها campaign. campaign يعني طبعا ناشط. يبقى طبعا يناضل أو يناشط أو يكافح طبعا campaign. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالفوكاب، وانتظروا إن شاء الله جزء الفوكاب والستدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.